أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا الغالي نبينا الغالي سامي الذيب، وحلقتنا راح تكون عن موضوع أخطاء القرآن، الحلقة الثالثة من أخطاء القرآن. خلونا بالبداية نرحب بنبينا. وحلقتنا راح تكون عن أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، وسعيد بدعوتك للمشاركة في برنامجك. تفضل. أهلا وسهلا فيك نبينا، أهلا وسهلا فيك. أنا آسف، كنت بس اليوتيوب كان شغال عندي فأغلقت اليوتيوب. أنا كمان كنت أحاول أشوف إيه اللي كنت أحاول أشوف اللي موجود. بدي أضع على الصفحة الرابط بتاع الحوار المتمدن على التعليق. على كل الموضوع موجود أصدقائي، السيناريو الحلقة موجود، موجود في الديسكريبشن. كثر الخير خير اهو. صحيح، ايوه موجود بالديسكريبشن تحت الفيديو. اللي بده يطلع على السيناريو ممكن يروح على اللينك تبع الحوار المتمدن ويدخل عليه ويشوف. نبينا، بصراحة أنا يعني كم الأخطاء هي، يعني أنا ما كنت أتوقعها. يعني مثلا انت ذاكر بالسيناريو، قريناها كثير هالايه هي: لكم دينكم ما اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما تعبدون. يعني اشياء غريبه، يا ريت تتفضل وتشرح لنا هالاخطاء هي. أيوة. إذن سنتكلم اليوم في الحلقة الثالثة كمان عن أخطاء القرآن، وبالتحديد عن الالتفات. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن الالتفات تعريفه وإعطاء الأمثلة المبسطة، واليوم سوف نأخذ بعض الآيات شوية ثقيلة على المعدي، يعني فيها عدد من الالتفاتات، حتى نفهم ما هي المشكلة الموجودة. وفي الحوار المتمدن تجدون السيناريو بتاع الحلقة هاي عشان تستطيعوا تتابعوه. أكرره في كل حلقة أنه ليس الهدف إثبات أن القرآن ليس كتاب إلهي، لأنه ما فيش عندي اسمه كتاب إلهي، لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن، وما بنزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، أوقات طيارة بتقع من السماء. فيعني إحنا بندرس القرآن كنص لغوي. المسلمين متعودين يحفظوا عن غيب، أنا لا أحفظ القرآن عن غيب، أنا أحاول أفهمه. هم بيقرأوا علشان يحصلوا على حرية، بيحفظوا عن غيب عشان يحصلوا على حريات العين. أنا أقرأ لفهمه، هو تحدي من طرف لفهم القرآن. نبينا، نحن نقرأ القرآن لنحصل على حريات العقل يعني. تمام، نفهم ما هذا النص الذي يقول عنه المسلمون أنه نص يعني معجزة وإعجازي واللي تريدوه. فالآن حنأخذ في الواقع عدة أمثلة، ونبدأ ربما بتعريف مجدد لمعنى الالتفات. أرجوكم ترجعوا للحلقة السابقة علشان مزيد من التعريف، لكن قول يعني أنه ممكن أنه الكلام العرب يكون من المتكلم أو من المخاطب أو من الغائب، يعني من جهة أدول. مثل أنا أتكلم، أنت تتكلم، هو يتكلم. فإذا كنت أنا تتكلم بيطلع غلط، لأنه لا يتجانس مع الفعل. وممكن يكون الكلام بالمفرد أو بالمثنى أو بالجمع. فأنت بتقول أكل طالبٌ، طالب طالبان طلبة، وبعدين الصفات تتبعها أو الفعل يتبع المثنى. وقد يكون الكلام من الماضي إلى المضارع إلى الأمر.
فإذا أنت استعملت حالة بدل حالة أخرى بيكون خطأ لغوي. وذكرنا أسباب الأخطاء، هذه الأخطاء أنه ممكن يكون الشخص مصاب عنده اضطراب باللغة وهو بعلم النفس أمر معروف، أو أنه تقطع وصال القرآن لأنه كثير منه ضاع فيعني جمعوا الموجود، أو أنه ممكن يكون لأسباب السجاعة يعني ضحوا بالقاعدة للحفاظ على السجع في نهاية الآيات. وكما قلت في الحلقة السابقة، الالتفات هو كابوس للمترجم. السؤال اللي حيطرحه المترجم، هل هحافظ على الأخطاء الموجودة أم أنا أصيغ بالصياغة السليمة باللغة اللي أترجم بها، مع إعطاء ذكر لهذا الأمر لوجود خطأ في الهامش، أو تصحح من دون ما تحكي أي شيء عن هذه الأخطاء. طبعا الحال اللي هيقرأ، إذا أنت ما بتمر إقرأ ترجمة فرنسية وإنجليزية مش حينتبه للمشكلة إلا إذا نبهت عليها وأنت أشرت إليها. وعامة العرب يقرؤون القرآن، احنا اولا ما شربنا على صحتك، على صحة الجميع، لانه ده ضرورة على صحتكم، على صحتك نبينا، على صحتكم جميعا. عامة المسلم عندما يقرأ النص القرآني يقرأه على اساس نص مقدس، ولا يخطر على باله انه يشك انه هذا القرآن سليم 100%، لا يمكن أن يشك، وإلا هو يعني يصبح ملحد ويعني يكسر كل عقيدته، لأنه يعتبر أنه القرآن جاي من عند الله ويفترض أنه الله كامل، إذن النص تاعه كامل. المشكلة أنه البداية خطأ، البداية خطأ، يعني إذا قلت جاي من عند الله أكيد الله لازم يفهم عربي، هو خريج لغة عربية من الأزهر، فهم علي؟ ومش ممكن يخطأ. أما إذا لكن ما في أي إثبات إنه القرآن جاي من عند الله، أي كتاب هو كتاب بشري وفي أخطاء كما في أي كتاب آخر. وأكرر هنا أن في القرآن قرابة 900 حالة التفات، يعني التحول من حالة إلى حالة أخرى. ذكرنا بعض الأمثلة المبسطة، الآن حنأخذ بعض الأمثلة المعقدة، ولذلك أرجوكم أنكم ترجعوا إلى السيناريو علشان نعرف نقرأ كويس. وأنا أخذت في الواقع طبعة العربية بالقرآن بالتسلسل التاريخي، فبدأت يعني أخذت بعض الأمثلة. إحنا نأخذ هنا أمثلة يوجد فيها أكثر من التفات، أكثر من التفات. فإحنا حنقرأ نص وحنشوف إيه المشكلة اللي يطرح هذا النص. نبدأ بصورة القلم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هذون الآيات يعني هي متواصلات، الآية 44 والآية 55، فبيقول لك يعني فذرني ومن يكذب بهذا الحديث وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لازم أكبر الخط لأنه الحركات صعب واحد يقرأها بصورة سليمة. أنا أكبر الخط عندي السيناريو، أنا أعمل حاليا على السيناريو، لأنه مش ممكن تتعلم الآيات عن غيب، لازم تكون دقيق 100%، لازم تكون دقيق 100%. أوكي، إذن أين المشكلة في هذا النص؟ هناك التفات من المفرد المتكلم فذرني
ربنا اللي بيتكلم هنا، محسوب انه الله يتكلم. اذن هو بدأ بالمفرد فذرني، ثم ذهب الى الجمع المتكلم، من المفرد المتكلم الى الجمع المتكلم. كيف؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم. كان لازم يكون سأستدرجهم، لكن هو بالبداية بدأ بالمفرد ثم انتقل إلى الجمع. ثم إلى المفرد المتكلم، يعني راح من المفرد إلى الجمع إلى المفرد. وأملي لهم إن كيدي. طب ليش هو بدأ بالمفرد ثم راح الجمع ثم رجع إلى المفرد؟ هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية أنه انتقل من المفرد الغائب إلى الجمع الغائب. كيف؟ فذرني ومن يكذب، من يكذب وبالمفرد، ثم يضيف سنستدرجهم، ليس لازم يقول سنستدرجه، من حيث لا يعلمون. ده جمع، حيث ايوه. فنظرني ومن يكذبه ومفرد، سنستدرجهم بالجمع من حيث لا يعلمون. واملي لهم، أيوة هنا لهم بالجمع. وكان لازم يقول، إذا كان عايز يكون سليم اللغة، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجه من حيث لا يعلم، وأملي له إن كيدي متين. أظن نبينا لازم يكون سأستدرجه. نعم سأستدرجه، نعم سأستدرجه، نعم صح، تمام. يعني إما بتعملوا كله جمع أو كله مفرد. ممكن الحالة الأخرى، فضروني ومن يكذبون بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ونملي لهم إن كيدنا متين. شفت علي؟ يعني هو في آيتين مترابطتين مع سوا، فيها عدة التفاتات، من مفرد إلى الجمع، من المتكلم إلى المفرد إلى المتكلم، الجمع من المخاطب، من الغائب المفرد إلى المخاطب إلى الجمع الغائب. أوكي، متفق معي بهذا الحكي؟ واضح معك الأمر أخي؟ تمام. نبينا حتى لازم هو كان يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سأستدرجه من حيث لا يعلم. نعم بالتمام، هذا احنا قلنا. أيوة، وأملي له إن كيدي متين. بالضبط، يعني يا كله بالجمع يا كله بالمفرد. صحيح. ما هو السبب؟ أكيد إنه السبب هنا، إحنا لا ندخل، أكيد السبب هو سبب السجع، لكن إحنا مش هندخل في هذا الأمر. وأكرر هنا إني أنا لا أتكلم عن الأخطاء الأخرى التي قد تصادفنا في نفس الآية، يهمنا فقط ظاهرة الالتفات. أنواع الأخطاء الأخرى سنتكلم عليه في حلقات أخرى. نحن هنا نضع أمام عيوننا فقط مشكلة الالتفات. سورة المزمل تقول في الآيات، في آيات قصيرة منها، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. أين المشكلة في هذه الآيات؟ اللي حيقرأها بالأول قراءة لن يرى الأخطاء، لكن إذا تتمعن في الآية حتجد المشاكل الآتية. أولا، الالتفات من الغائب اسم ربك إلى المتكلم المفرد وذرني، فهم؟ وكان لازم يقول واذكر اسمي وتبتل إلي تبتيلا إلى آخره. من هو يقول واذكر اسمك ربك، ثم صار وذرني في الآية 11، وذرني ثم إلى جمع الجلالة لدينا وذرني إن لدينا. كان لازم إن لدي أنكالا وجحيما. شفت علي المشكلة أخي؟ وضح الأمر؟ يعني هو راح من الغائب اسم ربك إلى المتكلم المفرد وذرني، ثم إلى جمع الجلالة لدينا. وبعدين هناك التفات آخر، انتقل من الغائب رب المشرق والمغرب إلى المتكلم وذرني. كأنه إحنا أمام شخصيتين، فهم علي؟ يعني هذه آيات متلاحقة جاء فيها عدة التفاتات. واضح الأمر أخي؟ متفق معي؟ نعم نبينا، نعم تفضل. بس أول مرة تقرأها أكيد لن تلاحظ هذه المشكلة. صحيح. لن تلاحظ هذه المشكلة. يعني هو لازم يكون تجانس، لازم يكون تجانس. وكرر أن أرجو القراء يرجعوا إلى سيناريو الحلقة الموجود في الحوار المتمدن حتى يستطيعوا أن يتابعوا الأمر. هناك سورة الأعلى، سورة الأعلى فيها برضو مشاكل. ما هي المشاكل؟ هنقرأها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذه ونيسرك لليسرى. هم 8 آيات قصيرة متتابعة، واضح السجع فيها. أعلى فسوى فهدى مرعى أحوى تنسى يخفى لليسرى. أوكي، فين المشكلة؟ فين المشكلة في هذه الآيات؟ هناك التفات من الغائب المفرد فجعله إلى المتكلم سنقرئك، مش هيك؟ المفروض يكون سيقرئك مثلا، تمام، أيوة. ثم إلى الغائب شاء الله، كان لازم يقول إذا عايز يربطه نقرأ إن شئنا شيك، لأنه هنا كأنه سنقرأك هو فاعل وإن شاء الله شخص آخر. واضح إذا هو نفس الشخص اللي بيتكلم ولا لا؟ واضح علي؟ وليس كذلك، ليس فقط ذلك، هناك التفات من الغائب إنه يعلم، إنه يعلم إلى المتكلم.
تكلم الجمع وسنريك وسن س... ونيسرك، كان لازم ونيسره، أو إنك إني أعلم أو نحن نعلم ونيسرك. أو ويسره مثلا فيعني هنا المشكلة عندنا هو التفات من الغائب إنه يعلم إلى المتكلم الجمع ونيسرك. وضح لك الأمر؟ تمام نبينا، تمام. لو أنت قرأتها لحالك بالبداية مستحيل صعب تلاحظ الأخطاء، صعب يعني. أنت لازم تدقق، لازم تدقق بصورة يعني جدا مركزة. هنأخذ مثال آخر من سورة الكافرون، هنقرأ الآيات بشويش بشويش علشان المستمعين ينتبهوا، إذا انتبهوا، وبعدين حنشوف فين المشكلة. يا للأسف ما عندناش حوار مباشر معاهم، حنسألهم فين المشكلة، لكن احنا حنبين لهم، وإلا حتطول الحلقة إلى ما لا نهاية، لا نهاية. أخي الفاضل، فقط لعلمك إنه مشان النص الآية، الآيات اللي قرأناها سابقا علشان تجد فيها الخطأ قد يأخذ منك على الأقل 15 دقيقة لتكشف الخطأ، قد يأخذ منك يعني 15 دقيقة. هلا احنا نقرأ سورة الكافرون الآية الثانية إلى السادسة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فين المشكلة؟ هناك انتقال من المضارع أعبدوا تعبدون أعبدوا إلى الماضي عبدتم، ثم انتقال إلى المضارع مجددا أعبدوا. شفت علي؟ نبينا هون ممكن حدا يجي من أخوتنا المسلمين يقول عبدتم يعني بما بالماضي، عبدتم ما عبدتم من الأصنام بالماضي حتى، يعني ما بعرف إذا هو في، ما هو بالمضارع بالأول تعبدون، شفت علي المشكلة؟ لا أعبد ما تعبدون، ثم عاد ولا أنا عابد ما عبدتم ما تعبدون، نفس الشيء. شغلة ثانية، إنه يعني هي كلمة واحدة، لست أنا عابد بما تعبدون، وانتهى. ليش كل هالتكرار نعم، هو بسموها صورة البينج بونج، فاهم علي؟ الملحد مصري بسميها صورة البينج بونج. حنقرأها علشان نشوف حالة البينج بونج. لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدوا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدوا لكم دينكم ولي دين. فإذا أنت تقرأ هيك يعني يقول له أخي انظر أين موجود الالتفات، لن يعرف، أو صعب، لازم يعني يدقق ألف مرة، لازم يدقق ألف مرة علشان يكتشف الالتفات. هلأ بدي أعمل لك امتحان أخي جان، بس أرجوك لا تقرأ اقرأ فقط الآيات. أوكي. سورة النجم، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فين المشكلة؟ أرجوك لا تقرأ النص اللي بعده.
لا لا أكيد أنا لا أقرأ نبيلة، بس بدي أقرأ، بدي أقرأ سورة الآيتين هذول، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ومن لم يرد إلا الحياة، لم ولم يرد إلا ولم يرد إلا حياة الدنيا، ذلك مبلغهم. يعني هو عم بحكي عن المفرد، وهلا سواها جمع. كمل. علمي إن ربك هو أعلم بمن ضل، رجع المفرد لا عن بعدين إن ربك هنا كمان ربك صار بالغائب. بالضبط، إن أيوه ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى. طيب هلا حنشوف المشاكل، حنشرح المشاكل. هناك التفات من المتكلم ذكرنا إلى الغائب المفرد ربك، كأنه اللي يقول ذكرنا هو شخص، ربك واحد آخر. ومن الغائب المفرد عن من تولى ولم يرد إلى الغائب الجمع مبلغهم، ثم إلى الغائب المفرد بمن ضل. شفت علي التركيبة؟ تركيبة عجيبة يعني. تمام. بس علشان تكتشف كل هدول المشاكل لازم تركز كتير. احنا هنقرأ هلأ من سورة التين، هنقرأ بعض الآيات وحنشوف شو في مشاكل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أحكم الحاكمين اللي يقراها من أول مرة ويسمع عبد الصمد برتلها مش حينتبه، مستحيل. طب فين المشكلة؟ التفات من الغائب الإنسان، إنا خلقنا الإنسان، إلى المخاطب يكذبك. لقد خلقنا الإنسان يكذبك، إلى المخاطب. والتفات من المتكلم، خلقنا، إلى الغائب، أليس الله؟ شفت علي؟ شفت المشكلة؟ طبعا صعب طبعا صعب صعب صعب. تشوفها، ولكن يعني اذا دققت، والمشكله ما في حدا بيدقق هون، المشكله إيه لأنه إيه صعب جدا صعب جدا صعب جدا الواحد يكتشف كل هذه الأمور. يعني أنت لازم تكون مترجم ضليع، فسترى أن هناك عدم تجانس بين الضمائر وبين الأفعال وما بين ذلك، فترجع على النص العربي وتشوف في مشكلة. وكل هذه الأخطاء موجودة في هوامش طبعة العربية للقرآن. وأكرر أن في القرآن 900 حالة التفات. لا يوجد كتاب بأي لغة كانت بهذا الحجم يوجد فيه هذا العدد من الالتفات، لا يوجد. فيعني اللي هذا الكتاب يحتاج إلى محلل نفسي وأمراض نفسية، وهذا علم معروف عند علماء النفس بسموه اضطراب اللغة. روح عند الحاج جوجل واكتب اضطراب اللغة وحتطلع عدة مقالات. ولكن هذه النظرية لم تطبق المعنى السلبي على القرآن. هم الفقهاء يتكلمون عن الالتفات، بينما علماء النفس يتكلمون عن اضطراب اللغة. فهمت علي؟ يعني الالتفات ما تعرف شو هو،
اضطراب النفس معناته في مشكلة مرض. هو مش هيقولون المفسرون هذا اللي كتب القرآن في مرض، لا بالعكس، هم بيقولوا ده في إعجاز. أبد أبد واحد منهم ما قال، هم يقولون إنه هنا في التفات، لكن دائما يقولوا هنا إعجاز. أبينا بصراحة في الأخ كريم كاتب سؤال، ما بعرف نعيفه للأسئلة ولا نترك الأسئلة لبعدين ولا مش هنقرأ؟ لأنه تعلق بنفس البلاغة مو والإعجاز. مشكلة، مو مشكلة، ما احنا وإلا مش هنخلص أكيد مع كل الأسئلة، هناخدهم لأنه هناخد عدة أمثلة، لازم نركز. إذا نبدأ نتشتت، هنا المشكلة إنه التشتت، إحنا عندنا متشتتين كتير، الأذان يدوش راسنا، المشاكل العائلية، المشاكل الاجتماعية، السياسية، ما عندنا وقت نفكر فيه، نركز، مشوشرين، هذا سؤال، هذاك شيء، لا، إحنا وإحنا نتكلم فقط عن الالتفات، مو عن الأخطاء الأخرى، ما تيجي تقول لي في شيء، لا، إحنا هنركز فقط على الالتفات، يعني عينك والالتفات، لا تروح لا شمال ولا يمين، مثل البغل، مثل هيك، أو الحصان، لا يميل ولا يسير، ولا تحط هوينات دول مشان تركز على النص القرآني. نأخذ مثال آخر، سورة قاف، القاف الآية 45، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. نعيد الآية، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. أين المشكلة؟ هنشرحها. هناك التفات من الجمع، نحن أعلم، إلى المتكلم وعيدي، من يخاف وعيدي، كان لازم يقول وعيدنا، انتقل من الجمع المتكلم إلى المفرد المتكلم، وانتقل من الجمع الغائب يقولون، نحن أعلم بما يقولون، إلى المفرد الغائب من يخاف، كان لازم من يخافون. إذا تصحح الجملة كله بالمفرد، أنا أعلم بما يقول وما أنت عليه بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، بيكون كويس. أوكي، فهمت علي؟ في هنا صاحبنا خلط المفرد بالجمع. أوكي، نأخذ صورة أخرى، صورة القمر الآيات 9 إلى 11، كرر السيناريو موجود على الحوار المتمدن، صحو ممكن تتابعه. سورة القمر الآية 9 إلى 11، 3 آيات مرتبطة. وكذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نعيدها، كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. 3 آيات، فين المشكلة؟ هناك التفات من المتكلم عبدنا إلى الغائب، فدعا ربه، يعني كان لازم يقول فدعا ربه، طيب، ومن الغائب
فدعا ربه إلى المتكلم ففتحنا. شفت علي مشكلة؟ فأنت تتصور أنت عايز تترجم هذا النص إلى الإنجليزي أو بالفرنسي، هتعمل إيه؟ هل هتصحح، تبدأ تصحح اللغة، أم تعمل لغة مكسرة إنجليزية أو فرنسية؟ ومشكلة، مشكلة عويصة. نأخذ آيات أخرى، سورة القمر. نحن نأخذ كل حوالي 15 جزئية من القرآن، ما أعرفش عديتهم، مش حاجهم يعني، إحنا لسه ما وصلنا لنصهم. سورة القمر من الآية 15 إلى 19. ولقد تركناها آية فهل من مذكر، فكيف كان عذابي ونظري. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظري. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فين المشكلة؟ هناك التفات من المتكلم الجامع، تركناها، نحن تركناها، ها؟ إلى المتكلم المفرد، عذابي، كان لازم يقول عذابنا، عذابنا، ها؟ ونظري، كان لازم يقول نظرنا، فهم؟ إلا إذا إني أرسلت عليهم ريحا صرصارا في يوم النحر، لازم كم إني ولقد تركتها آية فهل من مذكر. هناك تركناها، من المتكلم الجمع إلى المتكلم المفرد، عذابي ونظري. وهناك التفات من المتكلم المفرد، عذابي ونظري، إلى المتكلم الجمع، إنا أرسلنا، كان لازم يقول عذابنا ونظرنا، إنا أرسلنا. شفت أخي جان مشكلة؟ طبعاً. طبعاً. طبعا نكمل، نأخذ سورة الأعراف آية واحدة 61، حنشوف البلاوي اللي فيها. الآية 26، يا بني آدم لقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. طيب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أين المشكلة؟ هناك التفات من المتكلم، أنزلنا، إلى الغائب، من آيات الله. هل اللي أنزل هو مش الله؟ ليش بتقول آيات الله؟ شخص آخر، كان لازم من آياتنا، كان لازم يقول. وانتقل من المخاطب عليكم سوئاتكم إلى الغائب، إلى الغائب، لعلهم يتذكرون، كان لازم لعلكم تتذكرون. فاهم علي؟ شفت المشكلة؟ أول قراءة مستحيل تنتبه. أنت تتصور أنك تجد أخطاء 900 خطأ في القرآن بهذا الشكل. صور الوقت الجنوني اللازم والتدقيق اللي لازم تاخده علشان تكتشف هذه الأخطاء. كرر السيناريو موجود في الحوار المتمدن، ارجعوا له لتعرفوا تدققوا، لازم تدقيق. عينك افتح عينك،
ما تقعد تفكر شمال يمين، لا تبص لا شمال ولا يمين، حتى لو مرت بنت أجمل بنت في العالم أو ولد أجمل ولد في العالم، لا تلتفت، التفت للنص بس، وفتش فقط عن مشكلة الالتفات. سورة الأعراف الآية 25 35: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقرأ الآية من جديد: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو في مشكلة؟ من الجمع يأتينكم، يا بني آدم إما يأتينكم، ثم راح إلى المفرد اتقى، فمن اتقى خلينا نمسكون، فمن اتقوا، فمن اتقوا، فمن اتقوا، ثم إلى الجمع عليهم، هو بدأ في الجمع راح للمفرد ثم رجع للجمع تقل. أيوة كان لازم يقول آياتنا، آياتنا إما يأتينكم رسل منكم قصون عليكم آياتنا فنصلح، بس آياتي صحيح مو مشكلة، بس المشكلة هي الآتي: الجمع يأتينكم، إلى المفرد التقى، ثم إلى الجمع عليهم، عليهم. وهنا أوكي لن نذكر أمور أخرى ممكن نضيف لها. سورة الأعراف الآية 37: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم إنهم كانوا كافرين. فين المشكلة؟ هناك مشكلتين. المشكلة الأولى هو انتقال من الغائب على الله إلى المتكلم رسلنا، يعني كأن احنا عند أمام شخصيتين، وهناك انتقال من المفرد ممن افترى أو كذب إلى الجمع أولئك ينالهم نصيبهم. شفت علي؟ مشكلة في آية واحدة مصيبتين سودة. نأخذ سورة الأعراف الآيتين 101 و102: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هل واحد من المشاهدين ممكن يقول لي فين المشكلة بهدول الآيتين؟ إلا إذا نقراها 10 مرات. فأنا حقول لكم فين المشكلة: التفات من المتكلم نقص، تلك القرى نقص عليكم، ثم يعني من إلى الغائب يطبع الله، ثم رجع إلى المتكلم وجدنا،
من المتكلم إلى الغائب إلى المتكلم، ثلاث حالات. طيب، سورة الأعراف آية 137: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أين المشكلة؟ هناك انتقال من المتكلم وأورثنا إلى الغائب ربك، ثم رجع إلى المتكلم ودمرنا. كأنه هنا ربك هو شخص آخر غير ورثنا. أوكي. سورة الأعراف مجددا الآية 145-146. يعني لما تكون الآية قصيرة سهل واحد يعني نوعا ما، أما لما يكون آيتين مترابطتين نسبيا طويلة فيعني مستحيل المستحيلات إلا تركز جدا حتى تجد أين هو الانتقال والمشاكل. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنهم غافلين. يعني لو قرأ لواحد من المشاهدين خمس مرات أطلع لي بأي نتيجة؟ طيب، احنا حنشوف شو المشاكل اللي فيها. اولا التفات من جمع الجلالة، وكتبنا الى المفرد سأريكم، ومن الغالب من الغائب له الى المخاطب فخذها بقوة وامر، ومن الغائب يأخذ الى المخاطب سأريكم. ثم هناك التفات من جمع الجدال وكتبنا له إلى المفرد سأصرف عن آياتي، سنصرف عن آياتنا، ثم رجع إلى جمع الجلالة، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكالآياتي كتبنا نحن، كنزل آياتنا بآياتنا. فهمت علي؟ هو انتقل من جمع الجلالة إلى المفرد ثم رجع إلى جمع الجلالة. شفت علي أخي الفاضل؟ هلا سورة الأعراف الآية 160: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هناك التفات من وقطعناهم إلى المخاطب كله، ثم رجع إلى الغائب وما ظلمونا. نأخذ سورة الفرقان الآية 45-46-47 مرتبطة.
ألم تر إلى ربك، إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. أين المشكلة؟ هناك انتقال من الغائب ربك، ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله، الغائب ربك، إلى المتكلم ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، قبضناه إلينا، ثم إلى الغائب وهو الذي جعل وجعل. أرجو المشاهدين يرجعوا إلى السيناريو مشان يدققوا. يعني هو نقرأ: ألم ترى إلى ربك، إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه، ثم جعل الشمس عليه دليلا، ثم قبض، ثم قبض إليه قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هو انتقل، أوكي، لن نكرر الآية، الآية يجب واحد يدقق فيها الورق. سورة فاطر الآية 9: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأوحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. انتقل من الغائب والله الذي أرسل إلى المتكلم فسقناه فأوحينا. هل هو نفس الشخص أم لا؟ وهناك التفات من الماضي أرسل إلى المضارع فتثير، ثم رجوع إلى الماضي فسقناه فأوحينا. فهمت علي؟ سورة فاطر مجدد الآية 29 و30: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليذوقهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طيب، إيه المشكلة؟ انتقال من الغائب كتاب الله إلى المتكلم رزقناهم. هل هما شخصين؟ ثم إلى الغائب، يعني من الغائب إلى المتكلم، ثم إلى رجع إلى الغائب ليوفيهم ويزيدهم إنه، ثم إلى المتكلم أوحينا، ثم إلى الغائب إن الله، وليس فقط، ما خلصناش. ثم هناك التفات من المضارع يتلون إلى الماضي وأقاموا وأنفقوا رزقناهم، إلى المضارع يرجون، إلى الماضي أوحينا. شفت علي؟ صدقني يا النبي، أنا قريته ولم أنتبه لأي حرف. صعب، غريب يعني، صعب جدا، صعب جدا. هنا شغل المدقق، هنا شغل المدقق اللي يدخل، يعني صعب. 99% من المسلمين لن يجدوا فيها أي خطأ. سورة مريم الآية 58:
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أوكي. أين المشكلة؟ التفات من الغائب أنعم الله عليهم إلى المتكلم حملنا هدينا واجتبينا، هل هو نفس الشخص؟ الله بالأول ولا بعدين اللي هدى واللي حمل واللي اجتبى؟ ثم رجع إلى الغائب آيات الرحمن. أنت علي؟ لا يوجد تجانس في هذه الآية، هي آية من سطرين فيها مشاكل. نروح على سورة النمل الآية 60. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. صرت تبتسم، رأيت؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أشكل من الغائب خلق وأنزل إلى المتكلم فأنبتنا، ثم إلى الغائب إله مع الله. هناك مشكلة أخرى، التفات من المخاطب لكم إلى الغائب وهم قوم يعدلون. طيب، سورة النمل الآية 90. ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هنا آية قصيرة، ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هناك انتقال من الغائب ومن جاء بالسيئة إلى الغائب، من الغائب المفرد من جاء بالسيئة إلى الغائب الجمع فقبت وجوههم، ثم إلى المخاطب الجمع هل تجزون. سورة الإسراء الآية 1. هذه الآية المسلمون يحفظونها عن غيب، لكن يعني أتحداهم يجدوا الخطأ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية تقريبا كل المسلمين حافظينها عن غيب، فاطرها هي مرتبطة بالقدس على رأيهم، مش هندخل، فحفظنا عن غيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أين المشكلة؟ هناك انتقال من الغائب سبحان الذي أسرى إلى المتكلم باركنا حوله لنريه من آياتنا، ثم إلى الغائب إنه هو السميع البصير. أبينا أظن 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 هالآية هاي لازم إذا بلش بالغائب، خلينا يا ريت قرانا إياها بالغائب كاملة حتى يفهموا الأخوة المسلمين. فضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته إنه هو السميع البصير. هذا هو صحيح. أو إذا بتعمل بالجمع سبحان الذي صعب
سبحان الذي أسرى سبحاننا. صعب، فلكن هم الأسهل أو شيء. ممكن سبحاني أسريت بعبدي مثلا. يعني كل، بس الطريقة اللي ذكرتها بالأول هي الأصح والأسهل، أقصر الطرق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته إنه هو السميع البصير. لن أدخل هنا في تصحيح، لأنه في هذه الآية حسب علمي اختلاف القراءات صححتها، القراءات المختلفة صححت هذه الآية، لكن في النص أبقوا على النص الخطأ. سورة، احنا لن ندخل في ذلك، لأنه لو بدنا نقول اختلاف، احنا قلنا حنركز فقط على الالتفات، بعدين احنا حنجد كيف صححوا الأخطاء بواسطة القراءات المختلفة، هذا درس آخر. فهمت علي؟ يعني احنا عايزين نقسم المواضيع، نركز على شيء واحد. سورة الأسراء نفسها الآية 8، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. طيب ما معنى حصيرا؟ ما معنى حصيرة أخي؟ حصيرة بصراحة أنا اللي عندنا الحصيرة بنمدها مد بالأرض. أي بس هي كلمة عبرية تعني السجن. واو، بعدين احنا ندخل على مبهمات الكلمات، لن ندخل هنا على الكلمات، يعني أنا سألتك إياها علشان وقعنا على كلمة 99% من الناس مش حيفهموها. هنا مشكلة، التفات من الغائب عسى ربكم أن يرحمكم إلى المتكلم وإن عدتم عدنا وجعلنا، ثم إلى المخاطب عدتم، إلى الغائب للكافرين. أنا حتوقف هنا لأنه لو بدي أكمل مش هنخلص من هون لبعد أسبوعين بهذه المشاكل. هنشوف الأسئلة اللي طرحوها جماعتنا، أنت تعرف تقرأها عندك ولا أنا أقرأها عندي؟ أنا عندي إمكانية أقرأها. راح أقرأها أخي نبينا سامي. هل عندك شاشة أم شاشتين؟ أنت عندي شاشتين، هو ما مشكلة، أنا ممكن أفتح شاشات يعني. لا، أنا عندي في نفس الوقت مفتوح الشاشتين. يعني إذا بتقدر تشوف ال أيوه بدي أسأل. طيب بس خليني، أنا وقعت على السؤال الأول الأخ كريم طرحه، عم بيقول علماء اللغة والتفسير هل لديهم تبريرات منطقية لهذه الالتفاتات عبر حجج البلاغة، عبر حجة البلاغة، وما وجه البلاغة من هنا، وما وجه البلاغة هنا يعني. أخي لو منا نشرح التبريرات، تبريرات تاعتهم لا نهاية لها، لأنه مش ممكن يعترفوا إنه هنا خطأ، فمجبورين يجدوا تبرير، ما يقدروش يمرروها من دون سبب، ودائما يقولوا هذا في بلاغة. يعني مثل ما تقول عندنا كل شيء عند العرب صابون، كل شيء عند العرب صابون. اللي يحب أكثر يتعمق في هذا الأمور سأشير لكم بعدين تحت الشريط إلى رسالة دكتوراه أو عدة كتب، لأن أنا رجعت لعدة كتب، رسائل دكتوراه ودراسات متخصصة في الالتفات. وهناك واحد مثلا راح على كتاب بلاغة وقال إنه البلاغة هي جزء من اللغة العربية، الالتفات هو جزء من اللغة العربية، وأعطى أمثلة، تقريبا كل الأمثلة جاي من القرآن. يعني ما استفدنا منها ولا شيء. الحاصل إذا تحبون أنا أعطي، أو إذا أنت بترجعوا على كتابي طبعة العربية للقرآن
ستجد فيها المصادر حتى تساعدكم اللي يحب يشوف الالتفاتات. وعلى فكرة هذه يعني هذا برضو موضوع رسالة دكتوراه، هناك رسائل دكتوراه في هذا المجال عن الالتفات من بالعربية، لكن هنا يهم تشوف ازاي المترجمين باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو غيرها تعاملوا مع هذا الالتفاتات، مع هذه الالتفاتات، هل ترجموها كما هي، هل أشاروا لها، هل نبهوا لها في الهيك. هذه رسالة دكتوراه قيمة يعني في، وكمان كيف حاول المسلمون تبرير هذه الظاهرة. هل هناك أسئلة؟ طبعا اكيد نعمينا. انا بس احب اذكر اصدقائي انه انا فتحت السكايب وبتمنى من اصدقائي يتصلوا فينا اتصال ويتداخلوا حتى نوسع الحوار يعني. طيب الاخ كريم ذات نفسه عم بيقول دكتور ديب، عفوا كريم يا ريت تقول النبي سامي الدين، على أيوة. من الممكن ان نقول ان الذي تعتبره اخطاء هو منهج القران اللغوي وأنها شخصية القرآن اللغوية؟ بطبيعة الحال هم المسلمون بيقولون هيك، اللي عايزين يبرروا القرآن بيقولون هيك، بس أنت لما تتعامل مع النص القرآن تتعامل معه كأي نص لغوي بأي لغة كانت، ليس فقط بالقرآن وحتى في النصوص العربية الأخرى. ظاهرة الالتفات تجدها نادرا جدا في الكتب العربية الأخرى. هذه مشكلة خاصة بالقرآن، خصوصية للقرآن صحيح، لكن خصوصية نابعة من أي، ما هو السبب؟ هنا المهم، لا تكفي أن تقول هيك هو، لا، لازم تقول لي لماذا هو استعمل هذا الأسلوب إذا كان هذا أسلوب بلاغي ولم يستعمله غيره. لأن الشخص الذي كتب القرآن ربما لم يدقق النص تاعه، أو أنه مصاب بمرض اضطراب لغوي، أو أنه اللي جمعوا النص جمعوه على البركة. وأكرر أن بعض هذه الأخطاء التي ذكرناها، القراءات المختلفة صححتها، والتصحيحات ترجع لها في هامش طبعتي العربية للقرآن. وإذا تحب التبريرات اللي وجدوها البلاغية، وأنا أقول لك يعني بصراحة هو هراء بهراء، لأنه مستحيل واحد مسلم يعترف أنه هذا خطأ، مستحيل يعني، فهذا يعني فالج لا تعالج، هذه الجهة من المخ معطلة، الجهة اللي مخزن فيها يا القرآن معطلة مش ممكن تفكر. هل هناك أسئلة أخرى؟ نبينا يظهر شبابنا صاروا يساووا الشات مع بعضهم ونسوا الأسئلة. أنا بتمنى من أصدقائي يعني علاوة يعني تطرحونا أسئلة ممكن ناقشها أصدقائي يعني. خلونا نشوف إذا أنا كمان أقرأ هنا حشوف إذا في أسئلة. هون يقول واحد بيقول فاتتني البداية، كنت في معركة مع الدواعش. مو مشكلة، ما هو صح هيكون على اليوتيوب، وأقرأ كمان استمع للحلقة السابقة لأن هي أيضا على الالتفات حتى يوضح لك الأمر، أو ارجع للحوار المتمدن لأن النص موجود. في نبينا في كريم عم بيقول كأن الدكتور سامي عم يريد أن يقرأ القرآن كما يقرأ الكتاب المقدس المترجم من اللاتينية يعني. لا، أنا أقرأ النص القرآني كنص عربي يعني، مهما كان يعني. أولا ما فيش عندي شيء اسمه كتاب مقدس،
يجب أن ترفع القدسية. إذا أنت وضعت القدسية على القرآن مستحيل تجد خطأ. هو بيقول لك هنا قواعد اللغة العربية لم تكن موجودة أصلا. لا، المنطق اللغوي موجود حتى ولو ما كانش في كتاب قواعد. كتاب القواعد اللي وضعت لم تأتي من فراغ، يعني مستحيل حتى عربي يقول لك أنا أكلنا، مستحيل إن كان في كتاب قواعد أو لا. فهم علي؟ فيعني لازم يكون تجانس بين الضمير وما بين الفعل. ومشكلة، تفضل. السؤال هون، إذا يعني شخص إنسان عادي حب يفهم القرآن، يعني ضروري مثلا يفكر بترجمة القرآن حتى يقدر يطالع الأخطاء هي، ولا حتى بدون ترجمة، يعني حتى بدون ما يفكر بترجمته مثلا، يعني مثل ما قلت أنت، إذا في عندي نص وبدي أترجمه للغة تانية وفي غائب، ومن الغائب بنط للحاضر للمتكلم، ومن الماضي للمضارع، وهالأشياء هي، يعني هل ممكن إنه إنسان عادي يفهمه بدون ما يترجمه؟ لازم يعني الالتفات هي نظرية جدا معقدة، لأنه من خلالها حاولوا تبرير المشاكل اللغوية لما حاولوا يفسروا القرآن. فأنت لازم تكون متخصص. يعني القارئ العادي اللي حتى عنده توجيهي أو عنده جامعة، إذا ما كان متخصص في هذا الموضوع، يعني المسلم همه شو؟ إنه يختم القرآن. إنه يختم القرآن. أما إذا أنت عايز تشوف الأخطاء كل آية، إذا بدك على كل آية 15 دقيقة أو 10 دقائق عشان ما تجد فيها الأخطاء، ده هتنجن. أنا ده شغلتي، تخصص، يعني إني كمترجم مجبور أعمل له، بس القارئ العادي مستحيل. يعني أنت خد 100 جامعي دارسين ما أعرفش إيه، فيزياء وكيمياء وطب أو تاريخ أو جغرافيا، غير عن موضوع الالتفات بطبيعة الحال، واحد مسلم وكله أو طلاب الثانوية عامة، وضع يد بين يديهم النصوص اللي أنا ذكرتها وكلهم أوجدوا لي هل هناك مشكلة. لا تعرض عليهم مشكلة الوحي بالالتفات بالأول، خليهم لحالهم يفكروا. أول حاجة يقول لك الكتاب مقدس، هذا القرآن من عند الله ما في خطأ، وبسلم لك الورقة. الثاني اللي يقعد يشك يقول إيه، لو عرفوا أني أنا بشك طول راسي. وإن شاف شيء مش حيقول لك إياه، لأنه بيقول الحيطان لها أذنين. فيعني احنا في دائرة مفرغة، يعني بدور مثل ثور الساقي، بغمغم عينيه وبظل الدور يفر، وين رايح وين جاي، ما في شيء، نفس الطريق. فصعب يعني سؤالك. لهيك بقول يعني تحاول، اللي عايز يفهم القرآن فعلا يرجع لطبعة العربية للقرآن، ليس لمدح، لا ما محتاج مدح، وانا عبد الفقير، لكن المهم يعني انه انا اثرت امور عامه لا تثار. او حتى تفهم هذه النقطه عليك ان تقرا عشرات الرسائل الدكتوراه، وربما عشرات كتب التفسير. يعني انا مثلا هنا كتبت في المقدمة على أي كتب أنا اعتمدت. تتصور أنا رجعت مثلا لكتاب تفسير ابن عاشور، لأنه هو كثير شدد على موضوع الالتفات. هذا مو مجلد مجلدين، هذا ما أعرفش، أظن 20 مجلد. فالقارئ ما عنده وقت يروح يفتش فيهم. أما عنده في طبعة العربية للقرآن اللي حطه تحت أبطه هنا،
عندك جميع المشاكل اللي يطرحها النص القرآني، حتى معاني الكلمات. أنا سألتك سؤال ماذا تعني هذه الكلمة وأنت ما عرفتهاش، يعني لأنه بتقول الحصيرة اللي احنا بننام عليها. فبالطبعة العربية للقرآن كل كلمة، أنا تعرف شو كنت أعمل علشان فهم الكلمات؟ أنا أخذت النص القرآني وكل كلمة، يعني أخذت القواميس المتخصصة باللغة وأخذت القواميس المتخصصة باللغات الأجنبية، ثم أبعث نفس السؤال لثلاث عرب، ثلاثة عرب جامعيين، واحد من الدول الآسيوية، من يعني كل الأردن، واحد من الخليج، وواحد من شمال أفريقيا، جامعيين، بقول لهم هل تفهموا هذه الآية؟ قل لا. فعندها أنا أضع في الهوامش معاني، معنى الآية أو معنى الكلمات، يعني أقول هذه الكلمة لم يفهموها. ما فهمت عليك، أسمعك. طيب أخ نبينا، أسف على المقاطعة، معنا اتصال من الأخ حيدر، تفضل حيدر. أهلا أخ جان، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كيف الأحوال؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل حيدر، تفضل. حبيبي أخ جان، كنت بتكلم في الشات قبل شوي عن سبب يعني اكتشافي أنه القرآن يعني كلام مكتوب، ومو معقولة في إله يكتب هذا الكلام أو يقول هذا الكلام عن لسان إنسان معين. كثير طبعاً هي الأشياء بعدين لما خرجت من الدين اكتشفتها أنها مضحكة وصرت أشوفها أحسن، ولكن القصة الحقيقية هي قصة إبراهيم في القرآن. لما اسمعني أخ جان؟ أسمعك، تفضل حبيبي. نعم أي لما يعني خلينا نتكلم كأن احنا بعدنا مسلمين، أوكي. يقول لك رب العالمين إبراهيم خرج، قال شاف أهله يعبدون الأصنام وما أعرف شنو، تعرف القصة، فكسر الأصنام كلهم وخلى الفأس في رأس كبيرهم اللي في كتب كبيرهم، وقال هذا مو يعني مو مستواي أني أعبد أصنام، أنا لازم أروح أدور عن الإله الحقيقي. كلام معسول يعسل أدمغة المؤمنين، صحيح. مو المؤمنين، يعسل أدمغة اللي مخهم على أدهم مثل ما يقولون. عرفت؟ الناس البسطاء يعسل مخهم. المهم فخرج يدور عن الإله، فرأى الشمس، فرأى القمر، فقال هذا ربي، فعبده، عبد القمر. بعدين لما أفل قال لا أحب الآفل. بعدين دقيقة واحدة بس حيدر، نبينا سامي عنده مداخلة، تفضل نبينا. أخي حيدر، أنا فاهم مشكلتك. نريد هنا يعني إحنا قاعدين نتشتت. أنا العرب عامة مشكلتهم هو التشتت، ما بيركزوا على موضوع. إحنا بعدين نروح جميع الاتجاهات والموضوع الرئيسي بننساه. حط أمام عينيك إن إحنا بنتكلم عن نوع معين من بين 9 أنواع من أخطاء القرآن. ما تدور ليش أخطاء أخرى، ولا تدور لي قصة إبراهيم، لأن هاي قصة أخرى لا دخل فيها بمشكلة اللغة. فهذه الحلقة هي عن أخطاء القرآن، وتحديدا عن موضوع الالتفات. فيعني أرجوك، يعني ولو إني أفهم، إحنا ممكن ندخل في موضوع آخر، الموضوع اللي أنت تثيره وهو فعلا مشكلة، لكن علينا أن نركز. إحنا العرب جميعا وأنا منهم، إحنا دائما بنروح في جميع الاتجاهات. إحنا نتعلم النظام، نتعلم النظام. تعرف تعرف الإنجليز. أوكي حيدر، النبي سامي عم بيقول يا ريت بس تكون بالموضوع ذات نفسه، بموضوع الالتفات وأخطاء القرآن بالالتفات، يا ريت نحكي بهالموضوع هذا لأنه مشان ما نتشتت بمواضيع أخرى، تفضل. تمام، لعد بهالحالة لازم أرجع ومثل الشباب أنا لازم أرجع وأتابع الحلقة من البداية. قلت لك أنا هذا الشباب في الشات سألوني، يعني مو سألوني،
كنا نتكلم مع بعضنا وهذه فجبنا ماشي ماشي على كل على كل على كل انا بتمنى كل حلقه تتابعها من الاول حتى بشان المواضيع نكون يعني بشان ما نشتت الموضوع. هو نبينا قال هو اللي يحكم يعني نبينا قال نحن العرب طبعا يعني كل من نطق بالعربيه وعاشر المسلمين يتشتتون بالمواضيع يعني خلونا نركز. شكرا كثير لك حيدر شكرا كثير تمام اتصل ان شاء الله مره اخرى شكرا شكرا حبيبي شكرا نبينا في عندي سؤال من اظن بس شوف من الاخ برنس عم بيقول سؤالي لنبينا سامي هل اللغه في القران هي لغه اهل الجزيره العربيه؟ اعتقد انها اقرب الى لغه الشام هذا رايي الشخصي. تمام اللغه القرانيه هي يعني اولا الكتابه هي نفصل ما بين الكتابة العربية واللغة بذاتها. الكتابة حقيقة هي من الشمال. هل هي أما اللغة بذاتها أكيد هي لغة يعني ممكن تقول بين الجزيرة وبين العراق يعني بين المدينة وبين العراق، بس أكثر الاحتمالات إن القرآن كتب في سوريا أو العراق. القرآن تم صياغته في سوريا والعراق. الجزيرة العربية أظن يعني حتى مكة مشكوك في وجودها، ومكة عامة المنقوشات الموجودة عندنا تشير إنهم لم يكن يكتبوا بالعربية، هم كانوا يكتبوا بالخط العربي اللي متعارف عليه اليوم، هو بالخط اليمني، ومما يجعل صعب انك تفكر ان النص القراني جاي من منطقه مكه او المدينه. اما هذه اسرار يعني يفصلنا بين الحدث بيننا وبين الحدث 14 قرن. لكن اشير انه هناك باحث مثلا لوكسمبورغ هو اخذ كلمات القران المستعصيه وقال إنه القرآن لو قرئ على الطريقة السريانية سيسهل فهمه. صوما نفس الشيء متخصص في السريانية يقول لغة القرآن متأثرة داخل عليه كثير من الكلمات. وإحنا تكلمنا عن مصادر القرآن مع حلقة مع أخونا سال، قلنا إنه حتى اللغة الإغريقية أثرت على لغة القرآن، يعني هي خليط من اللغات. يلا تفضل، هل هناك سؤال آخر؟ في سؤال من الأخ نونيم بيقول لماذا في القرآن الله يسمي نفسه الله، لماذا لا يقول أنا؟ هنا المشكلة، هنا كلام صحيح، هنا واضح إنه يعني خذ الفاتحة بذاتها أهدنا الصراط المستقيم، هل تتصور إنه الله يقول أهدنا الصراط المستقيم؟ يعني هو كان أعوج ولا شو؟ ما لاش أي دعاء. وهذا اللي حبيت أشير له في الكلام إنه كأننا أمام شخصيتين، هو الشخص بده يقول للناس أنا بدي أعطيك أوامر مع الله، بس بنسى حاله فبيقول نحن الجلالة، بس هو بيقول الله اللي قال، يعني هو شخص يعني متذبذب عنده اضطراب لغوي. تجد هذا عند يعني المختلين عقليا. يعني أنا أقترح عليكم فعلا المشاهدين يهتموا في الوضع يكتبوا على جوجل اضطراب اللغة، يعني داء أو مرض اضطراب اللغة، هناك عدة مقالات في اللغة العربية يشرح لك ما هو اضطراب اللغة. لا تروح على الالتفات، ممكن تروح تبحث عن الالتفات في الجوجل، بس الالتفات هذا للتبريرات، بس أنت علشان تقرأ النص القرآني بحياد التام اقرأ عن اضطراب اللغة وعلماء النفس العرب مسلمين بذاتهم
اللي يهتموا بالطفولة بالأطفال ومثل هيك بيقول لك بيشرح لك ما هي المشاكل المتعلقة بهذه الظاهرة. شفت علي؟ إذا أنت عايز تبريرات روح على الكتب اللي بتتكلم عن الالتفات، وهو كلها هيلمة بهيلمة، كلها ضحك عليها. طيب معنا الأخت نيرمين، تفضلي نيرمين. يا هلو عزيزي جانك تسمعني؟ أهلا وسهلا نيرمين، أكيد أهلا وسهلا بك. يا هي نيرمان. نيرمان نيرمان، آسف آسف. نيرمان أيوة، قلت هو غلط. آسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا عزيزي جان، وحييك وأحيي صديقي وحبيبي نبينا سامي. أهلا وسهلا بك حبيبة قلبي. اسمح لي دخ، اسمح لي ثانية واحدة أعدل لأن مانيش نسمع صوتي. صوتك مسموع، أو إذا بس اليوتيوب تلغيه أفضل. أوكي هاني لغيته، اسمعني أحسن. أكيد تفضل. صوتك يا أختي مثل حييكم وحييكم على الحلقة وحبيبي نبينا سامي. أنا يعني معجبة كثير به، وأنت راك عارف بالفعل ترجمة القرآن هي كابوس للمترجم بكل معنى الكلمة لسبب الكم الهائل من الأخطاء ونوعها، يعني ونوعية الأخطاء كذلك، أسوأ النحوية والإعراب والبلاغة وحتى الأخطاء التاريخية إكسترا. وأنا أحييك نبينا على صبرك، يعني أنت يعني صبر كبير جدا، ويعني محتاج للصبر لتحليل كل هذه الأخطاء للترجمة. آمين. أظن نبينا متعلم من أيوب، ياخذ صبر أيوب. تمام. أوكي. يا عامل جبار يعني. سورة الكافرون مثلا هي سورة كما قلت نبينا بينك بونك سورة، يعني تمام. سورة النجم هي سورة زيكزاك، يعني المفرد يصبح جمع، الجمع يصبح مفرد، المتكلم يصبح غائب، الغائب متكلم، يعني ما تعرفش راسك من رجليك ما نقوله في الجزائر. وكما قلت وتقول دائما نبينا الحبيب، كاتب القرآن هو أخام يهودي مسطوح. صحيح. المشكلة هو أن عامة المسلمين يعني لا يقرأوا القرآن ابدا، يعني ما يقرأ حتى ولو يحفظوه بدون وعي، بدون فهم، بدون تمعن، يعني ما يعرفوش واش راهم يحفظوه. كما لما كنت انا صغيره قبل ان اتعلم الانجليزيه مثلا، كنت احفظ اغاني انجليزيه بدون ما افهم ماذا اقول، وهما كيف في نفس هذه المشكله، ويسمعون تجويده، وهذا هو المشكلة في التجويد. مثلا أسوء صوت عبد البسط عبد الصمد يدوب حتى الحجر، يعني يقعدوا يتخشوا للخشوع للصوت فقط وليس للمعاني. هي مشكلة حقيقة، ولهذا كل عمل تنويري هو مرحب به صغيرا كان أو كبيرا. يعني وأنت نبينا الحبيب عملك جبار، وأنا مقتنعة فيكلي، أنا جوسي كونفينكو أن اسمك سيكتب في التاريخ، يعني يعني لا 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 سؤال على هل له باك ما يقول بالعربية. أشكركم على الحلقة وأقول لكم I love you. واستمروا. We love you too. We love you too نريمان، وشكرا كثير لك على التشجيع. يا باي 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 حبيب قلبي. أخي شيء تعرف، أنا لما اشتغلت على القرآن كنت أخذ موضوع نفسي، لما مثلا أبحث عن أخطاء القرآن كنت أكرس وقتي فقط عن أخطاء القرآن، ومع عشان إن في عدة أنواع من الأخطاء، فكنت أقرأ فقط عن الالتفات وأشوف القرآن من أول لآخر على الالتفات. وقلت لك هناك 9 أنواع أخطاء مو واحد، وكل مرة أركز فقط على الالتفات أو على نوع آخر، ولازم تأخذ القرآن من أول لآخر. أو مثلا علشان تفهم كلمات القرآن المبهمة لازم تترك على جانب فكرة الأخطاء وتشوف تركز إنه هلأ أنا بعمل شغل قاموس،
لازم افهم النص. او مثلا انت لما اضفت الفواصل والنقط وعلامات الاستفهام، هدفك انك وين تحط الفاصله؟ يعني ايش اللي عايز اقوله؟ انه اللي يقرا النص يجب ان يكون عنده نظره تركيزيه. لكن هذا صعب، لانه هو حيقرا النص حيشوف فقط الالتفات مش حيخلص. فلهيك اذا انت رجعت على طبعه العربيه للقران، كل ايه موجود تحتيها ايه المشاكل اللي تطرحها؟ اولا اللغه، ما معنى الكلمات؟ ثانيا اسباب النزول، ما هو سبب نزول هذه الايه؟ ثالثا الاخطاء اللغويه، إلى آخره. يعني كمان هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ وغيره من الأمور تتطلب يعني تركيز تام. فأفضل طريقة لقراءة القرآن، لا تقرأ بالقرآن المكي لأنه لن تحصل على شيء. اقرأ حسب طبعة العربية للقرآن حتى تستطيع أن تدقق في جميع الأمور. وأنا أقترح عليك أخي جان إنه مرة تستضيف الأخ حرقان وتطلب رأيه في اللي إحنا بنعمله، تمام، في أخطاء القرآن، لأنه هو حافظ القرآن، ونشوف هل هو اصطدم بنفس المشكلة أم لا. أنا ما بعرفش إيه هو موقفه من موضوع الالتفات، هل هو اصطدم بي أم لا؟ بس مثل ما قالت أختنا الحبيبة ناريمان، هي كانت تحفظ الشعر الإنجليزي من دون ما تفهم مضمونه. فالناس عامة يفهموا النص القرآني من دون ما يفهموا مضمونه. وحرقان ذاته قال أنا حفظت القرآن عن غيب والحدث عندما بدأت أتذوقه. يعني كنت أخذ الآية وأحاول أفهمها وأشوف إيه القصة هاي، لا ملهاش معنى. فعندها ألحد، عندها ألحد. نبينا أكيد أنا راح بس أول فرصة أستضيف فيها أخونا أحمد راح أسأله على هالموضوع هذا، بس الأخ أحمد الله النت عنده شوي ما عم ساعده، حتى التكلم بسكايب ما عم ساعده. على كل في عندي موضوعين نبينا، في عندي سؤال وفي راح احكي بالموضوع الثاني. اولا انا عرضت على في اخ من الاخوه المتابعين كتب لي تعليق انه الدكتور محمد شحرور يقول انه هو مستعد ان يناظر الملحدين. اوكي، فانا ما كذبت خبر، امبارح بعثت له رساله وطبعا الادمن شاف الرساله وعم بستنى الرد، فقلت اذا وافق هل من مناظر؟ فما في غير نبينا سامي الذيب، ما رايك؟ شوف انا اعرف، اولا يجب ان نكون صرحاء مع بعض. نكون صرحاء مع بعض. انا تكلمت مع كثير من المثقفين، مثقفون العرب دائما لهم وجهين، وجه لما بتكون بالخاص ووجه لما بتكون بالعام. فهو مستعد يناقض نفسه 20,000 مرة إذا وجد أمام مجموعة من الناس. فاللي خوفي إنه أتكلم معه وأنا غير متأكد إنه هذا فعلا ما يريد قوله، أو ما حقيقة ما هو في عقله، وأنه لا يلجأ إلى التقية. فهمت علي؟ يعني هو مش موجود في الدول العربية. النقاش الحلو معاه يكون كيف؟ إنك أنت تاخده تطلعه بريت الدول العربية، تحطه مثلا بسويسرا، ها؟ وتقول له حنناقش، وما تقولوش إن احنا منسجل. فاهم علي؟ وتسجل الأمر، وبعدين تقول له على فكرة إحنا حنذيع الكلام. تعرف شو حيساوي؟ حيقتلك بكل تأكيد. بس
بس أظن يعني الدكتور محمد شحرور يعني مقتنع بما يقوله. لا 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 لا، أنا لست مقتنع بما يقوله، أنا لست مقتنع أبدا بما يقوله. كل القرآنيون يكذبون 99%، هم يلجؤون إلى الحيلة. أخي أنا أحكي لك شيء. أنا تجربتي الخاصة مع أساتذة الجامعات عندهم خبرة كبيرة في التعليم وفي الكتابة وفي المحاضرات، كلامي معهم مباشرة يختلف 100%، يعني كلامهم معي مباشرة يختلف من 100% عن كلامهم معي لما يكونوا في مجموعة. هم مثل الحرباء، يتلونون بسهولة. صدقني يعني أنا الآن أنا يعني مقبل على مجازفة كبيرة في باريس، لازم أروح أحاضر مع شخص أنا في أعماق نفسي مقتنع أنه ملحد. أنا في أعماق نفسي مقتنع أنه هو ملحد، لكن هو حيبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الله. طب هل هذا ينسجم؟ ملحد مش ممكن يقول هيك، بس هو مجبور. فهذا الشخص ازاي تناقشه؟ يعني انا بتعرف شو اللي خايف منه في باريس، لانه انا المشكله انه عندي مشكلتين. اولا انا بحاضر معاه في نفس اليوم، وهو لا يفهم الفرنسيه، واللي انا اللي لازم اترجم له للفرنسيه، وهو ما بفهم الفرنسيه بتاعتي، فواحد لازم ترجم له للعربية. فالخوف منه إنه هو يترك القاعة، رغم إني أنا يعني بقدره، بس بخاف إنه يترك القاعة أو يقول لا أنت ما بتفهم القرآن ولا شو، يثور فيه مثل ما بتثور أمام الأزاهرة، لأنه هم ما بيسمحوا نفسهم إنهم يمسك عليهم انتقادهم للقرآن. فصاحبنا صدقني انه يعني هذا امر مفروغ منه، سيدنا اللي تكلمنا عنه، عدل اسمه، انا اسمه طار عن بالي، محمد شحرور. انا قرات كل كتبه واستمعت لكثير من الحلقات. انا متاكد انه لو تسقي او شوف، أنا مستعد أتكلم معه إذا شرب قنينتين ويسكي قبل. بس من دون ما يشرب قنينتين ويسكي غير مستعد أن أناقشه. وأنا مستعد أجيبهم على حسابي من أرقى أنواع الكحول. أيوة، يعني لازم لما تشوفه يصير يرقص لحاله، فاهم علي؟ مثل البهلول، كل هلا نحل إنسانه. نحل لسانه، بس هو إذا هو واعي مستحيل يقول لك ما هو بعماق نفسه، مستحيل المستحيلات أخي. فتناقش مع ناس على أي أساس؟ أنت مقتنع أنه بينك وبينهم حيقول لك شيء، ولما بتكلم مع الآخرين حيقول موضوع آخر. فيعني أنت ما بيعرفوش، بيقول لك أنت وين موقفك، وضعك حيقول يا أخي وضح أمرك. هو قرآني، والقرآنيون عندهم أسلوب غريب عجيب في الدوران في اللفت. فأنا أقبل النقاش معه إذا قبل مثقر قبل، هذا شرطي إنه يسكر وتجيب 4 شهود إنه سكران. فإذا عندي جبت اللي أسقيته خمر وجبت اللي 4 شهود إنه فعلا سكران، أناقشه. راح نقدم طلب، نقدم له طلب، نبعث له طلب ونبعث له قنينتين وسكي معه. لا، لازم تسقيه قدامك وتجيب 4 شهود يمضوا على ورقة إنه صاحبنا سكر وصار يحكي كل اللي بقلبه. يا ريت. لأنه مش معقول عزيزي، هو إذا كان بكامل قواه العقلية غير سكران، هو عايش في الدول العربية وعارف إنه الكلام سيذاع،
مستحيل المستحيلات يقول لك اللي في قلبه، يعني ما تنتظر منه. فأنا شو أروح أعمل كراكوز؟ أنا أعمل كراكوز؟ أنا إذا أنت كنت صريح واللي قدامك مش صريح، بطلت مناقشة، بصير سوفسطائية، يعني تفر وتضوح، لف دوران. صحيح نبيل، ما فيش فايدة. فأنت اقترح عليه، قل له سامي مستعد ناقشك على شرط تشرب قنينتين ويسكي قبل النقاش، هذا شرط من الشروط. تمام نبينا. وأنا ما أقبلش غير هيك، ما أقبلش غير هيك. أنا على كل حال، أنا على كل حال خاشبة، فهم علي؟ بس أنا لا أضمن لك أنه حيقول الحقيقة، وبهذا لن تخدم المستمع، لن تخدم المستمع. أو خلص روح جيب أي واحد يناقشه خلص. أما أنا إذا بشوف صار يدور يلف بقول له شو أنت مستهبلني، هذا ما بيمشي معي، ما بيمشي معي، فاهم علي؟ يعني أنا ما بحب الناس اللي أنا مش مطمئن إنه اللي قلبه مش على لسانه. نبينا عندي سؤال، تفضل. هل الموضوع الثاني اللي كنت حاب تحكي فيه ما هو؟ الموضوع الثاني انه هل اخطاء هي القرانيه، هل المشاكل اللي بالقران ممكن هل من الممكن انت بطبيعه عملك بطبيعه دراساتك ممكن انه نعمله عمل مؤسسي مثلا يتعاونوا عليه اكثر من كاتب اكثر من مثقف، يصير فيه عمل مؤسسي جماعي ينشغل عليه حتى لما ينطرح بصوت عالي الناس كلها تسمعه؟ يعني حتى صحيح ما مثلا ينطرح بأوروبا مثلا عمل مؤسسي بأوروبا، وبس لما ينطرح على النت ينطرح بشكل قوي بصوت قوي بيسمعوه كل الناس حتى بالداخل الإسلامي. يعني عزيز قلبي، أنا أرجع أقول، أنا قلت في 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 أماكن أو ظروف أخرى إنه أنا أقبل نكون لجنة لغوية اللي تبحث الموضوع وتصدر كتاب في هذا الموضوع. لكن بدي أقول لك سؤال نعيده على نفس اللي تكلمناه عن صاحبنا شحرور، أنو أستاذ جامعة في الدول العربية مستعد يكتب يضع اسمه على كتاب يعترف فيه إنه في أخطاء؟ هل تعرف أستاذ واحد؟ بصراحة أنا لا، أنا أعرف ولا أنا، أنا أعرف نبينا سامي الذيب. غير شي هذا سامي الذيب هذا مجنون، لو تقدرش تركد عليه لا، يعني هذا لسانه فارغ، هذا ما بتقدرش تركن عليه، سكران، هذا ما بتقدرش تركن عليه. أما في الدول العربية أنا ما أعرفش ولا واحد مستعد يعترف بوجود خطأ واحد. إذن من العالم العربي طنش إنساه إلا إذا بدك تسكرهم. أوكي، الدول الغربية ما عندناش خبراء، ما عندناش خبراء. وحتى إن كان في خبراء، هل تتصور إنه أستاذ جامعة في هارفارد يكتب في هذا المجال؟ طب في شخص في 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 ألمانيا اسمه الاسم تاعه هو اسم مستعار لوكسمبرغ، هو أصله لبناني، بيكتب إيه علاقة اللغة القرآن بالسرياني، مو مشكلة هاي. رغم ذلك هو مش مسترجي يكتب اسمه الحقيقي. هل تتصور أخي جان إنه أستاذ من جامعة هارفارد يقبل يشترك في مشروع مثل هيك واسمه يذكر؟ بصراحة بالنسبة لي إنه الأساتذة بهيك جامعات وهن خارج العالم الإسلامي، يعني ليش خايفين بهالدرجة؟ أنا بصراحة هي ما عم بفهمها. يعني أنا بفهمك إياها، ما في أسهل منها، ما في أسهل فهمها. جامعة هارفارد تستلم للدراسات الإسلامية عدة ملايين من السعودية. كرسي الدراسات الإسلامية في أكسفورد ممول من قطر. إذا صار أي مشكلة بيقطعوا المعونة عنهم.
مستحيل. وأضف إلى ذلك هناك خطر على حياتهم، والجامعة يعني هتصرحهم. لا تنسى هناك الأخطبوط المالي، الأخطبوط المالي والاجتماعي، يعني صعب، صعب في الأمر. فيعني ما تتصرف. الحل الوحيد إيش؟ إنه من بين الملحدين اللي عارفين باللغة كويس، يعني ممكن تقول إحنا عايزين ملحدين متمكنين من اللغة العربية بصورة جيدة جدا، ونصدر كتاب في هذا المجال سوية، وأنا مستعد أتعاون معه. أما نجيب لي مؤمن وعايش في الدول العربية أو عنده منصب في الدول الغربية، لا لا، أنا بتضيع لي وقتي. ولهيك أنا عامة أشتغل شغل لحالي، لأنه لو تشتغل مع واحد تاني أدق التاني حيخاف، حيقول لك لا، حيبدأ يعرقل شغلك. أنا بشتغل لحالي، ما حد بعطيني أوامر، كل يوم بغير رأيي إذا وجدت أني على خطأ، وكل يوم بدرس، كل يوم بتعلم شيء جديد. على كل أنا مقرر أنه بعد ما يعني بعد مدة قصيرة سأكتب كتاب عن أخطاء القرآن. إذا الملحدين حابين يشتركوا فيه كوني كويس وننشره في أمازون، وإلا إحنا حننشره بأمازون مجانا، ونعرض على جميع الهيئات التعليمية في العالم العربي والإسلامي، وهم بذاتهم إما ينتقدوا أو يطنشوا عنه. ما في حل غير هيك، ما تطمعش بأكثر من هيك. أنا بتمنى من أصدقائنا الملحدين يعني المتمكنين من اللغة العربية وكل يعني المثقفين إنه يساهموا بهيك عمل مع نبينا سامي بصراحة، لأنه مصيبة يعني إذا الناس ما وعيت على هالمسألة هي، صعب إنه يشككوا بقدسية الإسلام كاملة. تمام. أنت هنا بتضرب جذور الدين من أساسياته. أنا قلت لك لو أستاذ جامعة بكر أو المسلمين بكر وجود خطأ واحد كل الإسلام بنهار. إيه رأيك لما تقولهم في 2500 بصير مصيبة كبرى؟ هاي مصيبة كبرى. فيعني أنا مستعد أشارك. هناك شخص عربي لما بعثت له الكتاب تاعي قرأه من أوله لآخره وبعث لي ملاحظات قيمة للتصحيح لغوي. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. لكن هو لم يتطرق إلى موضوع الأخطاء، بس هو اللي ظاهر عليه، أنا ما أعرفش اسمه لأنه بكي بلا اسم. ف يعني بس لم أجد شخص متخصص مستعد يتعاون. يعني ممكن أتصل بهدول اللي كتبوا عن الالتفاف وعن الاضطراب اللغوي، أو نتصل بواحد يهتم بالاضطراب اللغوي، علماء النفس العرب، ويدرس هذا الموضوع من هذه الوجهة. بس مجددا لما تقول له احنا حندرس القرآن حيبطل. لو مو فقط هيك، تعرف اني اضفت للقرآن انا فاصل نقطة علامة استفهام ومثل هيك، النص القرآني غير موجود فيه. أنا أول طبعة عربية للقرآن أضفت فيه الفواصل والنقاط والإيه، هي أول طبعة عربية في التاريخ. هناك أستاذ جامعي مصري كتب مقال طويل يطالب فيه الهيئات العلمية إنها تتعاون لإصدار قرآن مع الفاصل والنقطة والعلامة الاستفهام وغيره. ما حد رد عليه. أنا كتبت له، جاوبني، هو كان مستعد، بس قلت له انت تعرف اتجاهاتي، ما عادش كتب لي. لانه هذا مسكين واحد ما احكيليش من اي دولة، لكن بيشتغل في مدرسة في السعودية، ثاني يوم يقتلوه.
هذا ما هي مسألة طرد، انه يطردوه من المدرسة، بيقتلوه مباشرة. هذا في ناس بيصلحوا مثلا مجلة الملحدين العرب، اكيد حرقان اكيد عنده بعض المعرفه، ما بعرف يعني مقدرته اللغويه، بس اكيد يعرف. بس في ناس كثيرين اكيد عندهم مقدره لغويه اكثر مني كمان، بس هم مش متخصصين. يعني البحث عن الالتفات هذا تخصص اخي، وهذا نوع من الاخطاء من 9، 1 من 9، احنا لسه ما خلصناش. فهم علي؟ اللي متخصصين في كل أخطاء القرآن يعدون ربما على أصابع إيدين الثنتين مؤقت في العالم. فهم علي؟ مو بدي امدح نفسي، وما في واحد منهم مستعد يكتب اسمه. وأكيد هناك علماء نفس متخصصين في الاضطراب اللغوي، بس إذا عايش في الدول العربية مستحيل يقبل يدخل في امتحان النص القرآني، مستحيل المستحيلات. فيعني انسى هذا الأمر. أما أنت أطلب من الملحدين، وإحنا نطلب الآن، إذا واحد منهم بيعرف اللغة العربية كويس، متخصص بهذه الأمور مهما كانت تخصصه في اللغة، يتعاون معي، الكتاب موجود، ونشوف نفكر كيف نصدره. ومو للمال، إنه هذا الكتاب ما بيجي بفلوس، وما يطلب مني معاش، لأن أنا ما عندي فلوس أعطيه. هي خدمة علم مثل ما يقول لمجتمعنا، وهذا مهم جدا. بالضبط نبينا، بالضبط يعني. وما أظن أنه هناك مثلا الحلقة اللي احنا بنعملها معك الآن ما في حلقات مشابهة لها. لا ما أظن، ما شفت أنا يعني. بصراحة. ما في مشابهة لها. واحنا بندخل بتفاصيل. على كل، أنا مش هطول عليك، أنا بدي أحكي لك شيء. هناك إمكانية الأسبوع القادم نكمل بقسم آخر من الآيات عن الالتفات، أو إحنا فهمنا المشكلة وننتقل إلى نوع آخر من الأخطاء. تمام نبينا، تمام. أظن مسألة الالتفات صارت مفهومة يعني واحد انتبه ما هي المشكلة وفهم شو المشكلة. بالضبط. عايز أكثر تفاصيل يرجع لطبعة العربية للقرآن. فغدا يعني الأحد القادم حندخل في نوع آخر من الأخطاء. أوكي؟ تمام. نوع آخر من الأخطاء، هم 9 أنواع، حشوف إيه اللي أسهل شيء، بس إحنا حنمر على جميع هذه الأنواع حتى نستنفذها، إما بحلقة كل مرة أو بحلقتين حسب المطلوب. أكرر إنه السيناريو بتاع اليوم والأحد الماضي موجودين على صفحة الحوار المتواتر، فارجعوا لها. إيه. أوكي، هل هناك أسئلة أخرى أخي اللي حابين أصحابنا يسألوها قبل ما نختم هذه الحلقة، لأنه مش عايزين نطول فيها، الناس عندهم أشغالهم أكيد. طبعاً في الأخ برايان كتب لي شو هو الحل، يعني بيقول هل كلام القرآن مصدره واحد؟ يعني طبعا نبينا مثل ما بتعرفوا أصدقائي عامل سلسلة كاملة مع الأخ سال على قناة جسور في موضوع مصادر القرآن، ممكن ترجعوا له. يعني أظن ما بعرف عم بيقول شو الحل، يعني ما في حل. إحنا عندنا نص، وهذا النص يجب أن نتدبره من جميع جهاته حتى نفهمه، حتى لا يظل عندنا مثل الطلاسم، ونبين نساعد المسلمين يفهموا النص تاعهم اللي هو دهورنا جميعا. هناك أجيب على اعتراض أقراه كثيرا، لماذا يا سامي تتكلم عن أخطاء القرآن ولا تتكلم عن أخطاء التوراة أو عن أخطاء الإنجيل؟ السبب بسيط، أنا ليس تخصص الإنجيل والتوراة، ولا أعارض أن يأتي غيري ويتكلم بالإنجيل والتوراة. والإنجيل والتوراة لا أحد أتباعهم يعتبر أنه نزلت حرفيا، فهي كتبت في عدة لغات
وأنا لست متخصص في هذه اللغات، لست متخصص في هذه اللغات، يعني هي كتبت باللغة اليونانية أو العبرية أو المعرفش إيه الأرامية، هذه اللغات يعني اليونانية لا أعرفها، فما أقدرش أقعد أتكلم عن هذا الموضوع يعني يفهم. لكن إذا واحد منهم عنده الخبرة في هذا المجال أنا أشجعه. وعلى كل حال، هو القرآن مو فقط ملك للمسلمين، القرآن هو جزء من ثقافتنا العربية والشرق أوسطية مهما كان ديانتك، ومجبورين احنا برضو نفهمه، لأنه لما المسلمين بيكلمونا بيذكروا لنا آيات القرآن، فاحنا لازم نفهم شو بيقولوا، يعني ما تقدرش تقول لهم آه خلاص أنت قلته وإحنا نسكت، لا لازم تقول له لا اللي أنت حكيته لا أنا عارفه، يعني للمحادثة، يعني مثل واحد بتروح مع الصيني لازم تفهم اللغة بتاعته، هو بيتكلم بآيات قرآن، يجب أن يكون هناك خبير يعرف بآيات القرآن والمشاكل المطروحة. أوكي، فبخصوص شحرور، خصوص شحرور، خد واحد يعني اللي ممكن يطنش مو مشكلة، أو عنده لسان زفر يعني نوعا ما، مو يعني زفر زفر بس يعني يكون قوي يناقشك، بس أنا عندي القناعة التامة إنه شحرور لن يقول لك الحقيقة. أظن شحرور نبينا، أظن شحرور ذات نفسه ما أظن يعني بيتجرأ ويناظر علنا قدام الناس بمواضيع القرآن، لأنه ما راح يستفيد، ما راح يقدر يقدم شيء يعني. أظن أنا استمعت لكثير من حلقاته وقرأت كتبه وأعرف أسلوبه في الحديث، هو إنسان دبلوماسي، يعني عنده لسان لبق، بدوره بلف مثل هيك، يعني مثل الزئبق ما تعرفش من فين تمسكه، احنا يقولون العراقيين احترنا يقرع من فين نبوسك فهو كله ملس، كله ملس، فتروح له من هون يفلت من هناك، لا ما بنفعش عندي، انا ما بنفعش معي هذا، يعني مثل احنا امبارح ناقشنا بال24 ساعة، جاء واحد بلف وبدور، قلت له لا ركز ركز على نقطة معينة، ما تقعديش تدور لي وتلف، وعايزين فقط مثل ما يقولوا بالفرنسي يخلي السمكة تغرق بالمي السمكة ما بتغرق بالمي، بس هو بده يغرقها بالمي، فاهم علي؟ احنا مش عايزين الشغلة هاي. أكيد تلاقي لك واحد من المفكرين الملحدين اللي يفهم في الموضوع، أما اللي عايز يناقشني أنا لازم يكون ملحد، أو إذا صاحبنا شحرور بده يشرب له سطل خمر قبل مستعد، هذا شرطي. تفضل. أتمنى السيد شحرور يسمعنا وياخذ له 200 بيرة، ما بيمشي الحال يعني. لا لا ما بينفعش بيرة أخي، لا ما بي... لازم يعني على الأقل قنينتين ويسكي من هذول القويات، فاهم علي؟ لازم نشوفه يرقص، فاهم علي؟ طب نبينا أنا بشكرك، يعني أخذنا من وقتك كثير، بس في الأخ براين أنا بدي بس أذكره، هو كاتب إنه هل الكلام كلام القرآن مصدر واحد، أي شخص واحد أو أكثر من شخص؟ على كل إن أنا ما بعرف إذا بتحب تقول. أنا بجاوب عليه. تفضل. القرآن عنده عدة أساليب، في آيات طويلة، في آيات قصيرة، تم عمل بعض التجانس فيها من خلال السجع، بس المصادر هي مختلفة. اليوم لا أحد يستطيع يعرف من جمع القرآن بالتمام، من هو أكيد هو قصصات من هنا ومن هناك تم صياغتها بهذا الأسلوب اللي يخلق مشاكل كثيرة، لكن لا أظن إنه كاتب واحد اللي كتبه، لا أظن، هم لجنة من الحاخامات المسطولين،
يعني هذا رأيي، بس على كل حال هم ذو ثقافة يهودية متعمقة ويعرفون شيء من المسيحية. هذا هو الإسلام. أما بالتاريخ، إذا فقدت المصادر فقد التاريخ، لا يوجد عندنا المصادر، ما تقدرش فقط تقعد تخمن. ويجب أن تعرف أنه مش المهم تعرف من كتبه، المهم تعرف من فين أخذه. ليش؟ لأنه لما تقول له هو أخذ الآية من المكان الفلاني، وإذا الآية مش واضحة والنص الأصلي أوسع، يساعدك لفهمها. هذا هو المهم. أما اسمه أحمد، حميدان، حمدون، واللي تريده، هذا لا يقدم ولا يؤخر. اللي كتبها على كل حال ما جابهاش من دار خالته، هو جابها من مصادر احنا بنعرفها واحنا بنتكلم بها بحلقاتنا مع الأخسال، وعملنا حتى الآن 6 حلقات مو حلقة. يعني امبارح احنا تكلمنا مدة ساعة ونص عن النبي يونس، ايش بيقول القرآن، شو بيقول الإنجيل، شو بيقول التوراة، هذا مهم. أما شو اسم الكاتب ما بهمنا، لا يقدم ولا يؤخر. هذا الكاتب على كل حال ما جابهاش من دار خالته، مو شغلته، هو فقط تجميع. وهي هنا تأتي كلمة مؤلف، يعني يؤلف بين الأفكار والأفكار، لكن مش من عنده، أفكار موجودة في مصادر أخرى. تفضل، هل هناك أسئلة أخرى قبل ما نختم أخي الفاضل؟ بينا صار ساعتين، يعني الحلقة صار ساعتين وما نطول عليك، وأسفين كثير على الإطالة. أنا لا بشكر خير. أصدقائي، وطبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، هي قناتنا الجديدة، هي قناتنا القديمة سكروها، وصلنا تقريبا 7000 مشترك. أنا بتمنى منكم أصدقائي تشتركوا بهالقناة وبالقناة الاحتياطية الموجودة كمان، في قنوات تانية سويناها بشبكة تنوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا بتمنى منكم تشاركونا، ويعني فيكم نحن بنكبر. على كل حال الروابط كلها موجودة تحت الفيديو، بتمنى منكم المشاركة. ورابط قناة نبينا سامي الذيب كمان يا ريت تزوروه، وموجود كمان تحت الفيديو الرابط، يا ريت تزوروا قناته، هو حاطط كتير حلقات موجودة عنده. يعني إذا في حلقات مثلا أنا لسه عمال منزلها، راح أنزل حلقات نبينا سامي الذيب، في حلقات تانية ممكن تشوفوه عنده، يعني موجودة على قناته باليوتيوب. أنا قناتي فعلا تتضمن معرفش حوالي 120 شريط، وهي أشرطتي أنا باللغات المختلفة، هو فقط كأرشيف، لأنه إذا فقدت في مكان على الأقل توجد في مكان لخوف لا تضيع فقط. فاللي عايز يسمح لهم كلهم كل الأشياء يروح على هذه على القناة بتاعتي، والحلقة بتاعت اليوم والحلقة بتاعت البارح ومثل هيك سأضيفها، يعني كل مرة بيجي حلقة جديدة أضيفها إلى قناتي. فأنا ليس عندي قناة مثلك أنت، كل اللي عندي هو تجميع الحلقات تعوني في مكان واحد. أنا أشكرك أخي جان على استقبالك لي، وأشكر جميع المشاهدين، وآمل إنهم يعني استفادوا على الأقل، وإن في ملاحظات اكتبوا لي إياها تحت الشريط، وإذا في أسئلة كذلك أحاول أن أجيب عنها. وأرجعوا مجددا إلى طبعتي العربية للقرآن وإلى سيناريو الحلقة في الحوار المتمدن لتسهيل فهم ما قلنا. وأنا أقول يعني هو أمر معقد، لكن لابد يعني ناخذ فكرة. وشكرا أخي. بكل تأكيد نبينا، أشكرك كثير نبينا. وأصدقائي أنا أشكركم على التواصل وعلى المتابعة. طبعا في معنا حلقة بعد ساعة مع الأخ روي الملحد السوري، مجاهرة جديدة، بشان نسمع تجربته من الدين إلى الإلحاد. شكرا نبينا لك، وشكرا أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا عزيز قلبي، شكرا عزيز.